أحيا أعيان منطقة بودا بسبدو والسلطات المحلية والأمنية الأمس عادة من العادات والتقاليد السنوية المقامة كل سنة، وهي الوعدة التي كانت على شرف ذكرى 67 لاندلاع ثورة التحريرية. المزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميل صابر غالم. متواجدين في قرية سبودة التي أصبحت تسمى على شهيد المنطقة وهو الشهيد مدني محمد. هذه القرية تعرف تاريخيا أنها قدمت كوكبة من الشهداء وما يقارب 40 شهيدا بذكرى اندلاع الثورة 67. يعني ارتأت هذه القرية أن تحتفل وأن تقف وأن تترحم على أرواح شهدائها وأن تطلب الله سبحانه وتعالى الغيث وأن تقول أن الجزائر دائما تكون إن شاء الله شامخة. بكم عنا في الحي الشهيد مدني محمد. هذه التقاليد عنا من جد إلى جد، وشنا أبنا ثاني متوالفين عليها، طبعنا عليهم كما نقولوا، طبعنا عليهم ودرنا المواد كما هكذا، وندعو رب العالمين باش يغيثنا عليها إن شاء الله. والمجاهدين ثاني الله يرحمهم برحمة الله. أنا يسموني الحاج عيسى، أنا نقلع الدروس بالعزيمة، نقلع القاسم بالحكمة قدامك، كل شيء نقلعه هنا، المهبول نسقده هنا، رجعت الرئاس اللازم الحساسية، هذه خدمتي أنا الحاج عيسى المغربي. راني هنا تابع ولاية نمسان، ما نخلي حتى بلاصة. ها؟ فيف لالجيري، فيف لالجيري. أيوا خويا، وهذه هي وتحية الجزائر.